صباح الخير البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات الصباح هذا غادي نشارك معكم النهار ديالي شنو درت فيه. فقت وراكم عارفين بنتي خصها تمشي لاكريش، المهم لبست لها حوايجها، جمعت شويه الدار ما بلا كنتسنى توصل لها الوقيته باش يديها باها اللي داها. ومن بعد دخلت انايا غسلت وجهي دوشت، ودابا غادي نبدا ندير الروتين ديالي. اول حاجه البنات غادي ندير لاكريم ولاكريم ديال تحت العينين. هاد لاكريم تحت العينين كما قلت لكم ديال لونكم، انا غير كنكملها زوينه ما بيهاش، ولكن هذيك ديال لوريال كتعجبني حسن. المهم هنايا غندير لاكريم ديالي وغادي ندير ليكرون. بالنسبه للناس اللي كيسولون على ليكرون، بنات انا كندير غير هادي ديال غارنيي، هي فقط اللي كندير، ماشي زعما شاريه شي حاجه غاليه ولا. المهم انا البنات من بعد فاش درت لاكريم ديالي لوجهي كامل، درت فوق منه ليكرون ودس باش ندير شويه ديال الماكياج. هذا الكونسيلر البنات ديال ريفوليسيون نصحتني به واحد البنت ام صفوان، شكرا الا كدوزي من هنايا. درته الصراحه، ولكن هو كيغطي، غير خصني ندير ليه كما قلت لكم دائما الا عندك شي حاجه بحال هكا كحله خصها الكوريكتور، ولكن الصراحه كيغطي وبقى لي النهار كامل في بلاصتو. تبتو بلوز باودر وبقى لي النهار كامل في بلاصتو ما تحركش. صراحه غزال، ولكن ضروري الا عندك بحال هكا هالات سوداء كثيره غامقه بزاف، اولا عندك بحال هاد الطبقه اللي عندي، ضروري خصك من المصحح. من غير هذاك شد مزيان. من بعد هنايا خديت يانا نوان، بصراحه خديت شويه غير نقيطات ودوزتو درتو ببيوتي بلندر باش تمص ليا حتى هي، حيت بيوتي بلندر كتمص الفون دو تان باش تنقصو ليا يبان خفيف، بما انه التغطيه ديالو زوينه فقلت غادي نديرو اليوم. من بعد البنات فاش درتو درت الكونسيلر ديال فيتمي نمره 10، دائما خص يكون فيتمي. هنايا البنات راه صافي درت باودر روز باودر، درت رسمت حجباني، جيت هنايا غير كندير شويه ديال الكونتورين معكم، ومن بعد غادي ندوز باش نوريكم الطريقه ديال البلاش بالنسبه للناس الا ما بغاوش يكون باين الفاراجو ديالهم، اولا بالنسبه للناس اللي ما كيديروش الماكياج بغيتوه يكون من الفوق ديال يبان ناتوريل. هذا البنات العكر حتى هو ديال ريفوليسيون، ما عقلتش على السميه ديالو، غادي نوريه لكم في المشتريات ديالي. المهم البنات اللون ديالو بالنسبه لنا حنايا سمرات غادي ما غاديش يعجبنا، شويه غايبين لنا شويه مغموقات، هذاك الشيء علاش من الاحسن انا درتو الفاراجو، درتو بحال الفاراجو. هنايا كما كتشوفوا غير كان بلاندي بيديا، وكنعاود ندير فوق منه البلاند ببيوتي بلاندر، كان بلانديه باش يدخل مزيان في البشره. كما كتشوفوا البنات دغيا كنحط دغيا كنخدم باش ما يطبعش ليا، لانه غادي يبقى مطبع ليك. المهم هذه فقط طريقه جديده وريتها لكم بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروا بزاف د الماكياج. هنايا البنات غادي نوريكم اللبسه ديالي، فقط الاسود وهاد ياس ديال برايمارك، صافي هذا الشيء اللي لبست. المهم البنات دابا انا ركبت في الطوموبيل، غادي نمشي ندور شويه في السنتروم نشوف شنو كاين وشنو ما كاين. صراحه البارح مشيت ولكن كاين الزحام البارح، انا ما كيعجبنيش نتقدى فاش كيكون الزحام. البارح مشيت مع صاحبتي، واليوم غادي نمشي بوحدي باش نشوف اشنو كاين. صافي هادشي اللي غادي ندير، غادي نشوف نقدر نصور لكم شويه في برايمارك. صافي هذاك الشيء الصراحه اللي غادي ندير، حيت ما غيكفينيش الوقت بزاف. ما دابا ما خرجش حتى لتسعودون، المهم قول ديك العشرة لا ربع هكاك غادي نوصل للسنتروم، يعني خصنا شويه ديال الوقت. صافي وخصني نرجع بكري لحضر الشونس، خصني نكون في الطوموبيل باش نرجع هكا للطريق باش نجيب بنتي، مع بنتي كتخرج مع 12. صافي هذاك الشيء اللي كاين. المهم البنات انا من بعد رمضان قررت، بما انه نقصت 3 ديال الكيلويات في رمضان، واي حيدت واحد 3 ديال الكيلويات، قلت غادي نكمل بحال هكاك ان شاء الله، ما غاديش نبقى نفطر، غنبقى نجلس حتى لديك جوج هكاك ثلاثه، عاد ديك الساعه ناكل شي حاجه خفيفه، ناكل الديسير اولا ناكل بحال نصايب ديك الساعات بحال الفطور، ويكون العشاء، يعني غادي يكونوا عندي جوج وجبات في النهار فقط.
الصراحه ما نكذبش عليكم، فاش خرجت من فاش خرج رمضان عطيتها قتله الحلاوه، ما نكذبش عليكم. كاينه غير الشباكيه سيدي ارا برا، كنحيد من الشباكيه الشكلاط كوكا، ما نعاودش لكم البنات، كنضرب جوج دوك كانيطات في النهار. ايوا المهم من البارح قررت، قلت صافي غادي نحبس. البارح عرقتها شباكيه وعرقتها كلشي داك التخربيق اللي بغيت، واليوم قلت غادي نبدا بحال هكا ما نفطرش. صراحه دابا ما فياش الجوع، ولكن يمكن في العشيه يقدر يجيني الجوع. صافي هذاك الشيء اللي قلت، قلت غادي ندير بحال الصيام، ها ما بقاش ناكل من فيق الصباح، نشرب غير الماء 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 حتى الجويه ديك هكاك الجوج ونبدا ناكل، ولكن ما غاديش ناكل شي حاجه كثيره، نحاول الديسير اولا نحاول غير الخبز اولا غير الكونفليكس، المهم على حساب اش عندي في الدار. صافي هكا اللي قلت غادي ندير. المهم غادي نكمل معكم واش نقص بزاف. صراحه ما بغيتش نقص بزاف، باقي ليا 1 كيلو كما قلت لكم، بغيت تكون فيا 60 كيلو، كتعجبني تكون فيا 60 كيلو حيت انا فيا متر و 60 و 60 كيلو هي غادي تكون الوزن المثالي ليا، داكشي علاش بغيت نقص باقي هذا الكيلو هذا، باش ان شاء الله باذن الله الا بغيت نحمل اولا حملت ما يكونش عندي الكيلويات قدام ديال البيبي الاول، يكون زعما يكون الوزن ديالي هو هذاك، باش داكشي اللي زدت عاوتاني نحاول نقصو. هكا كيفاش طرا ليا فاش حملت بنتي، كانت فيا 60 كيلو فاش حملت بها، وفاش ولدتها كانت فيا يمكن 72 73، يعني قالت لي الطبيبه زدتي ديك 12 13 كيلو، يعني مزيانه بالنسبه للمراه مزيانه ليها بحال هكا. المهم البنات ما عاديش نبرزكم، الا غادي نشوف الا غندير هاد السيستم واحد سيمانه ونعبر، والا لقيت راسي نقصت غادي نقولها لكم. باي باي عليكم دابا حتى من بعد.
مهم البنات دابا راه سالي طلعت جيت باش نمشي ماشي شحال هادي 12 لارو بغادي نمشي باش نجيب بنتي تقديت غير شي تخربيق في بغاي مارك صافي هذاك الشيء اللي شريت دست على ستراديفاريوس ما كاين والو بغاي مارك حتى هو ما فيه والو بحال كان فيه جراد واش ما مازال صافي الصراحه جوج بلايص اللي درت ومشيت تما كندور شويه جهه التوابات اليوم كاين السوق مشيت كندور شويه جهه التوابات الصراحه انا بغيت نشري بغيت غير نشوف التوب ديال كريب دو سوا الا البنات كتعرفوا شنو سميتو بالهولنديه حيت انا ما عرفتش سميتو بالهولنديه الا كتعرفوا في التوابات وهكا وعرفتوا سميتو ما تنساوش تقولوا عليا باش بحال هكا الا كنسوق ناخذ التوب صراحه مازال ما عرفتش واش نفصل جلابه ولا نفصل جبادور للعيد الصغير مازال ما عرفتش حيره حيت غادي نمشي عند اختي غيكون شويه ديال الصه ما عرفتش هما العيد ديالهم كيفاش كيدوز حيت حنا راكم عارفين كنلبسوا حوايجنا وكنتسناو الحاولي هما ما عرفتش واش غادي يذبحوا في الفيرما ولا كيفاش غادي يذبحوا داكشي علاش مازال ما عرفتش المهم البنات الا كتعرفوا هذاك التوب صيفطوا لي قولوا لي شنو سميتو ما تنساوش تخليو لي في صندوق التعليقات المهم انا دابا غادي نمشي نجيب بنتي بقاو معايا مهم هنايا البنات دخلت للدار دزت باش نصايب الغداء ديال العشاء ديالنا الغداء انا وبنتي كلينا الصراحه غير الطوستي ومهم دخلنا لبسنا حوايجنا وبدلنا وصايبنا الماكله عاد ديك الساعات جلسنا انا جيت باش نطيب العشاء ديالي نحيدو عليا هو والخبز وديك الساعات نمشي نجلس نتفرج فيا التليفون ونطوي الحوايج ديال الصابون مهم البنات هنايا كما كتشوفوا الزيت خليتها واحد شويه تسخن زيت العود ومن بعد درت فوق منها البصله غادي نخلي البصله حتى شويه تذوب ومن بعد غادي نكمل الخضره ديالي هنايا البنات اليوم غادي ندير طاجين ديال البطاطا وخيزو والكفته مازال ما تقديتش هادشي اللي لقيت عندي في الدار دي بانيت بيت شهات لي خاطري الطاجين وقلت ماشي مشكل كلشي ماكله كما قلت لكم هنايا غادي نستف خزو دوائر غادي نديروه هو الاول ومن بعد ندير فوق منه البطاطا البطاطا حتى هي قطعتها شرائح زعما باش تجي لي سهله في الطياب رغم ان الخضره ديالنا هنايا في هولندا كطيب دغيا في اوروبا يمكن كلها كطيب دغيا ماشي بحال المغرب كتبغي شويه ديال الوقت صافي البنات غادي ناخذ الصراحه حتى مطيشه ما حكيتهاش عندي مطيشه لاصوص واجده زدت عليها غير العطريه ديالنا وزدت عليها شويه القزبر المعدنوس وشويه ديال الماء باش نخففها المهم درتها من الفوق بحال هكا باش حتى الخضره تشبع من لاصوص بالنسبه للكفته ديالي حتى هي درت فيها العطريه وكورتها درت فيها القزبر المعدنوس ومعلقه ديال الكمون معلقه ديال البزار ديال الملحه التحميره ودرت فيها واحد شويه ديال القرفه والثومة بطبيعه الحال باودر صافي هذاك الشيء اللي درت وكورتها بالنسبه للعطريه اللي درت في مطيشه نفس الشيء غزت عليها شويه ديال الخرقوم وما درتش الكمون صافي هذا الشيء اللي كاين ومن بعد دابا درت عليها شويه ديال الجلبانه انا كتعجبني الجلبانه رجلي ما كيحملهاش ولكن انا زدت عليها من الفوق والزيتون ودابا غادي ندير لها لاصوص ديال المطيشه من الفوق مطيشه والماء والعطريه كما قلت لكم وغادي نزيد عليها شويه ديال الماء حيت حسيت بها شويه خاصها الماء صافي وغادي ندير ماشي بزاف غير شويه هذا ما تخلعوش فاش داكشي راه غير شويه وغادي ندير فوق منها القزبر والمعدنوس كيعجبني الشكل ديالهم من الفوق صافي هادشي اللي غادي ندير بالنسبه للخبز البنات راه قبل ما ندخل نطيب الطاجين عجنته هو الاول عاد وخليته كيخمر ما بين لا سالي الطاجين ديالي كنخمر ودز دابا كنطيبو المهم البنات شكرا لكم بزاف على المشاهده ولا اول خطره غادي تكتشفي القناه ديالي ما تنساوش بطبيعه الحال تبركي على زر الاشتراك الى عجبتك القناه وما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو وشكرا لكم وبسلامه حتى المره اخرى.